أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. قارون على التوسط المتصل، واندرج معه أصحاب التوسط. نعطف لورش. والسماء ذات البروج، واندرج معه حمزة. واليوم الموعود. قارون واندرج معه الجميع. وشاهد ومشهود. قارون نعطف لخلف بترك الغنة. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قارون واندرج معه أصحاب التحقيق. نعطف لورش. قتل أصحاب الأخدود، واندرج ما وحمزة على وجه النقل في الوقف. نعطف بالسكت لحمزة. قتل أصحاب الأخدود، واندرج معه المطوع عن إدريس. النار ذات الوقود. قارون واندرج معه أصحاب الفتح في كلمة النار. نعطف لورش. النار ذات الوقود. نعطف لأبي عمر. النير ذات الوقود، واندرج معه دوري الكسائي. إذ هم عليها قعود. قارون بسكون ميم الجمع. نعطف بالصلة لقارون. إذ هم عليها قعود، اندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قارون بسكون ميم الجمع. نعطف بالإبدال لورش. بالمؤمنين شهود، واندرج معه السوسي. نعطف بالصر لقارون. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نعطف بالإبدال لأبي جعفر. بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قارون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه دوري أبي عمرو ويعقوب. نعطف بالإبدال للسوسي. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعطف لقارون بالتوسط في المنفصل. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، واندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي وخلف العاشر. نعطف لخلف. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وذلك بالإشباع في المنفصل وترك الغنة في أن يؤمنوا. نعطف لخلد. أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعطف لقارون بالصلة ميم الجمع على القصر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ووافقه ابن كثير. نعطف بالإبدال لأبي جعفر. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعطف بتوسط الصلة مع في ميم الجمع والمنفصل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا وجه خاص بقارون. نعطف لورش. منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعطف لخلف. منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعطف بتوسط المنفصل لإدريس. منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. قارون واندرج معه أصحاب التحقيق. والأرض، هذا ورش ووافقه حمزة في الوقف. والأرض
هذا حمزة واندرج معه المطوع عن إدريس. والله على كل شيء شهيد. هذا قارون. ناطخ لورش. والله على كل شيء شهيد. وقرأنا بالتوسط مدي اللين. نعطف بالإشباع. والله على كل شيء شهيد. نعطف بالسكت لحمزة. والله على كل شيء شهيد. واندرج معه المطوعي عن إدريس. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قارون بسكون ميم الجمع. نعطف له بالصلة. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واندرج معه ابن كثير. نعطف لورش. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعطف لأبي جعفر. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعطف للسوسي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا قارون. نعطف لورش. من تحتها الأنهار. نعطف لحمزة. من تحتها الأنهار. واندرج معه المطوعي عن إدريس. ثم نعطف لورش بتوسط البدن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ورش على إشباع البدن. ذلك الفوز الكبير. قارون واندرج معه الجميع. إن بطش ربك لشديد. قارون واندرج معه الجميع. إنه هو يبدئ ويعيد. قارون نعطف للسوسي. إنه هو يبدئ ويعيد. هذا على إدغام السوسي. وهو الغفور الودود. قارون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. نعطف لورش. وهو الغفور الودود. واندرج معه الباقون. ذو العرش المجيد. هذا قارون. نعطف له بالروم. ذو العرش المجيد. لأن قارون ومن معه قرأوا بالرفع في الدال في كلمة المجيد. نعطف لأصحاب الخف. ذو العرش المجيد. هذا على السكون. أما بالروم ذو العرش المجيد. ووافق حمزة على هذا الوجه الكسائي وخلف العاشر. وحجة من قرأ بالخفض أنه جعل المجيد وصفا للعرش. وحجة من قرأ بالرفع أنه جعله نعتا لله عز وجل. فعال لما يريد. قارون واندرج معه الجميع. هل أتاك حديث الجنود. قارون نعطف لي حمزة. هل أتيك حديث الجنود. ووافقه الكسائي وخلف العاشر. نعطف لورش بالنقل والفتح. هل أتاك حديث الجنود. نعطف له بالتقليل. هل أتاك حديث الجنود. نعطف لخلف بالسكت. هل أتيك حديث الجنود. واندرج معه المطوع عن إدريس. فرعون وثمود. قارون واندرج معه الجميع.
بل الذين كفروا في تكذيب. قالون واندرج معه الجميع، والله من ورائهم محيط. قالون واندرج معه أصحاب التوسط نعطف له بالصلة، والله من ورائهم محيط. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر نعطف لورش، والله من ورائهم محيط. واندرج معه خلاد نعطف لخلف، والله من ورائهم محيط. وذلك بترك الغنة والإشباع في المتصل، بل هو قرآن مجيد. قالون نعطف لابن كثير، بل هو قرآن مجيد. نعطف بالسكت للمتطوع يعني إدريس، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا قالون لأنه قرأ محفوظ بالرفع، فنعطف له بالروم، في لوح محفوظ. واندرج معه ورش على هذا الوجه، والباقون قرأوا بالخفض، في لوح محفوظ. هذا على الإسكان نعطف بالروم، في لوح محفوظ.